الشعب أثناء ممارستهم لفنهم. السينما أو الفن السابع لغة عالمية لها عشاقها ومريدوها. لذا استطاع مهرجان السودان للسينما المستقلة في نسخته الثالثة أن يستقطب صانع السينما من أوروبا والدول الشرق أوسطية. لدينا شعور بالفخر، خلال العام الماضي استمر اسم السودان مرفوعا في عدد كبير جدا من المهرجانات السينمائية العالمية بفضل هؤلاء الشباب والشيوخ، والأفلام التي فازت من مهرجان إلى مهرجان ظل اسمنا يتردد في كل هذه الأمكنة في عواصم عالمية مختلفة. الجوائز المقدمة عبر مهرجان السودان للسينما هي جائزة حسين شريف أو الفيل الأسود، واختير الفيل للفت الانتباه لهذا الحيوان الإفريقي المعرض للانقراض بسبب الصيد الجائر، إيمانا منهم بدور السينما في الإسهام الكوني. ومنحت الجائزة لفيلم حاحايا الكلاب المأخوذ من نص للكاتب عبد العزيز بركة ساكن، والمخرجان الفائزان هما صدام صديق وياسر فائز. تعرضت حوالي 80 فيلم في المسابقة أو في المهرجان، 80 فيلم يتمثل مختلف قارات العالم، يعني أوروبا والأمريكتين وأفريقيا، وبرضه كان في مجال السينما العربية. الناس شافت أفلام قصيرة، أفلام طويلة، أفلام روائية، وأفلام دوكيومنتري، يعني كانت في تقريبا كل الأقسام بتاعة السينما موجودة، لكن المسابقة كانت مختصرة على الأفلام السودانية. الفيلم تدور أحداثه ما بين هولندا والسودان باللغة الهولندية بالأساس مع ترجمة للعربية، وهو يحكي قصة رجل سوداني متزوج من امرأة هولندية له ابنة وحيدة، وحين تقترب ابنته من عمر 18 يعني ده بيخليه يستعيد بعض من خوفه اللي نابع من ثقافة الشرقية. والجائزة الثانية هي جائزة اللجنة التقديرية، ومنحت للفيلم الوثائقي رحلة إلى كينيا للمخرج سنوبي، وهو فيلم يتتبع رحلة فريق نادي المقاتل الرياضي الذي يقرر في مواجهة ضعف الإمكانيات المادية أن يتوجه برا من السودان إلى كينيا للمشاركة في بطولة دولية هنالك، وهي رحلة مفعمة بالإصرار والأمل ومليئة بالصعوبات والتحديات من أجل رفع اسم السودان عاليا في المحافل الرياضية الدولية. عفراء فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.